جذور عنوان معرض فني خاص للفنانة التشكيلية نادية الشلاوي. المعرض حرصت فيه الفنانة على دمج الأصالة المغربية العريقة مع اللمسة العصرية الواعدة. اسم جذور بالنسبة لي مهم لأنه اليوم عندي بحال تكريم للروح ديال الأب ديالي اللي فقدناه هذا العام، والعمل ديالي كله تأثر وتغير. كنلاحظوها على اللوحات اللي عرضت، الوجه اللي كنت كنرسم ما بقاش، كاين التواجد ديال العين هي اللي كاينة في اللوحات، وهذيك العين كتمثل الداخل ديالنا، الشوفة على الداخل ديالنا وكذلك الشوفة على المستقبل. وتعاونت الشلاوي في معرضها مع فنانين مغاربة شباب، وذلك في إطار تسليط الضوء عليهم وتقديمهم للمتذوق المغربي والأجنبي. هذا المعرض اليوم هو بالنسبة لي أنا مثال حقيقي وملموس ديال الإبداعات المغربية وديال النساء المغربيات، مع اللقاء ديالهم مع صناعة تقليدية مع ديكور. وتنتمي نادية الشلاوي إلى المدرسة التجريدية التي تجمع بين الفن والموضة في رحلة تأملية نحو الجذور المغربية الأصيلة.